واحد السلام عليكم متتبعين قناة الطبخ مع عزيز العبدي، كي دايرين؟ بخير لاباس عليكم، نتمنى نلقاكم بصحة جيدة وفي أحسن الأحوال كيف ديما. كنشكر جميع أخوتي المغاربة من أرض الوطن وخارج أرض الوطن على التفاعل الدائم ديالكم، الله يحفظكم ويضمنكم وييسر أموركم. أي واحد قال شي كلمة طيبة الله يجعلها في ميزان حسناته. وكنشكر جميع الإخوان والأخوات اللي كيتواصلوا معايا عبر الواتساب أو مكالمة هاتفية، للناس اللي في جمعة سحيم او الناس اللي خارجين جمعة سحيم او اللي في المغرب او اللي خارجين المغرب، كلكم الله يحفظكم. وبغيت نوجه واحد التحية لنسيبت السي مصطفى الجعداوي من مدينة سلا. مينا وفاطمة، واحدة من الرباط واحدة من سلا. نسيبت مصطفى والسيدة اللي عيانة. نسيبت مصطفى تحية لكم ومرحبا بنا عندك ان شاء الله، الله يسهلك وعلى وليداتك. وبالنسبه للسيده اللي مريضه الله يشافيك ويطب حالك في الغيب، الله يجعل ربي يعفو عليك. السيده اللي من الرباط الله يعفو عليك، ورا قال لي يمينة وفاطمه. قلت لها ديرني ما عنديش الذاكره باش غنبقى عاقل، ما تليش غنبقى عاقل وانا نتفكر عندي انا في العائله. اي لالا مينا وعدي لالا فاطمه بنت النبي. المهم الله يسهل على جميع العباد وجميع المغاربه كاملين بدون استثناء، الله يفيض خميرتكم ويقوي خيرتكم ويحفظكم، ما تحفظ اللسان بين سنان، الله يبعد منكم البلا والباس وكلام الناس، الله ينجيكم، الله ييسر لكم الامور نتوما ووليداتكم، العز بكم والباقي خبولات. كنقول لك اختي شكرا ليك على التفاعل وعلى التتبع، الله يحفظك والله يصلح لك وليداتك، والله الا لقينا معك شي مناسبه زينه نمشيو من الضل من هنا من عبده حتى لمدينه سلا على الراس والعين، مرحبا بنا عندك اختي. وكنشكر يعني العديد واحد السيده اللي مسكينه الله ما عقلت على سميتها، كانت كتبت لي بنتها كومونتير قالت لي راها عيانه شويه. الله يجعل ربي لا يشافيك ويطب حالك في الغيب، لا طالب لا طبيب، الله يعفو عليك والله يجعل ربي هو يسهل على جميع العباد بدون استثناء، الله يحفظكم ويضمنكم وييسر اموركم كاملين. واليوم ان شاء الله واحد الاخت ديالي اختي شقيقتي صغر مني، ملي شافتني درت ديك المبادرة ديال أننا كسينا الوليدات الأيتام فرحات، قالت لي كبدتي، قالت لي تهزات. سبحان الله، اللي والد وعنده الكبدة وعارف بحقها الله يسمح لنا من الوالدين. قالت لي والله خويا لا كبدتي تهزات. قالت لي أنا غنصيفط لك واحد البركة قضي بها الغرض. شوف الناس، أنا شوف وغنقول لكم الناس، سيرتو الساكنة السحيمية كنعرفكم وكتعرفوني، كنعرف اللي عدو اللي ما عدوش، كنعرف اللي محتاج واللي ما محتاج، كنعرف اللي واصلة فيه الجن والعظم، وكنعرف اللي مازال يقدر يدبر قوت يومه. الله يرضي عليكم، أنا كنعرف الناس اللي واصلة فيهم النخاع الشوكي، الوليدات اللي يتامى، الوليدات اللي والدين معطوبين، الوليدات اللي يعني اش غنقول لكم القدرة الإلهية باش عايشين. انا راني مساري منطقه عبده ومجاورهما، راني كنعرف الناس اللي محتاجين للصدقه، اللي محتاجين الهديه، اللي محتاجين واحد الكلمه طيبه، واحد الحويجه اللي هي زوينه. غير باش نكونوا واضحين، ماشي غدا ولا بعد غدا يلقاني شي واحد بالزنقه انا ولا ما انا ولا ما انا، راكم كنعرفكم وكتعرفوني الله يرضي عليكم. اللي خدام وخارج ومعري على كتافو ومدبر على راسو ما يتسالش، خا يكون داير اتقاشر في الزنقه، المهم دبر على راسو. حنا كنشوفو طبقه اللي مساليه، اللي مساليه، لا نتوما والدين، حتى انا راه والد، حتى انا راه عندي خوتي ولاد خوتي ولاد خواتاتي، والله ما نعطيه ليهم، والله ما يشوفوه. باش نكون واضح، نعطيهم الماديات، اه داكشي كيبقى ما بيني وبينهم، ناخذ من عندهم الماديات داكشي كيبقى ما بينهم وبيني، ولكن الحاجة ملي كتكون أمانة، الأمانة لمن ائتمنك عليها. وأنا كنخاف سيدي ربي، أنا كنخاف الله من نهار خلقني في الدنيا، وأنا كنخاف الله وكنشهد بأمام الله وأمام العبد وهذا كتاب الله، أنا كنخاف الله. أنا ما كنقدرش نغدر شي واحد، ما نقدرش نتقول شي واحد، وما نقدرش نقول شي حاجة في شي واحد، لا في الحضور ديالو ولا في الغيبة ديالته. غير باش نكونوا واضحين، أختي الله يجعلك في ميزان حسناتك، الله يرضي عليك، الله يسقيك، الله يفرشك ويغطيك. انت يا وهبتي الصدقه على باك على المرحوم، الله يجعلها رحمه ونور عليك، ورحمه ونور عليه.
في الجنة، ورحمة ونور على الجميع المسلمين. انت نويتيها لله، والله يفيض خميرتك ويقود خيرتك ويسهل عليك وعلى مولا دارك وعلى وليداتك، وتشوفيهم في أعلى الدرجات وتشوفيهم في أعلى المستويات. الله يحفظك بنيتي، ما تحفظ لسان بين سنان. الله يجعل ربي النهار الخير تصابي غيبا انت وزمانك ووليداتك كاملين. الله يسهل عليك فيهم، والله يخلفها لك بالعشر. وحتى الدري خويا اللي صيفطها ليا، يعني تواصلتي معاه باش صيفطها ليا، حتى هو الله يفتح عليه باب الرزق، والله يصلح ليه وليده ويسهل عليه ويشوفه في اعلى المستويات. وخواتاتي وخوتي كاملين، خوتي كاملين، حنا ما عندناش الشقاق واللي ماشي شقاق، حنا كلشي ايه، كلشي ولاد الحاج محمد بن الرباطي، كلشي بحال بحال. الاولاد العيالات بجوج، ولكن ما عندناش حنا هذه امي ولاد امي المرحومه الله يرحمها، كلشي ماتت امهم وبقات امهم حيه. وتا حنا راه كانت المرحومه امنا ما كانتش مرتبونا، الله يرحمها ويجدد على الرحمات ويطول في عمر ميمتنا ويهون على جدانا. ام امنا مسكينه هي الله يوصلها على خير، مرا كبرت وعيات، هادشي اللي كنتمناو. واللي قال شي كلمه طيبه الله يجعلها ويسجلها ليه في ميزان حسناته، بجاه الله والنبي رسول الله، وهذا كتاب الله كيف ما كتشاهدوا، وهذا كتاب الله سبحانه وتعالى. راه لا يحمل الا المطهرون، ماشي علي ولا يهزو، ردوا البال، اي ردوا البال، هذا راه كتاب مقدس عند الله سبحانه وتعالى. ياك ما تصاحبوه عقفه، راه كاين اللي ضل يحلف، ملي يخرج من خيمته هو يحلف حتى يروح يحالف. العز بكم المغاربه والباقي خبولات، مرحبا بكم، ما الا مرحبا بكم، حق صدر ربي الا مرحبا بكم. الا انا فرحان، والله الا فرحان، اقسم بالله على الفرحان، ملي كيعطوني خواتاتي مثلا شي حاجه كيقول لي عزيزي ديها لشي حد كتعرفو، الا كنفرح. هادشي ما خصو كاع يتقال، ولكن انا كنفرح، كنبغي نربي فيكم الحماس. الاقربون اولى، والاقربون اولى، وحتى ما تعرفوش لما تعطوا وعيطوا لباكم العبدي ونوريكم لما تعطوا. اللي جاد عليه الله انا نوريه لما يعطيه، والله تنوري، نمشي معاه رجل برجل ونقول لي تعالى وا 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 وا، ونعاونوا الناس ونعاونوا بعضياتنا حتى ندوزوا من هذه الجائحه وندوزوا من هذه الازمه. الله يسقيكم ويغنيكم. هنا ان شاء الله بالنسبه للمخمار، ديما جيت المخمار عادي، انا كندير المخمار عادي، هذا راه دقيق ديال القمح وفارينه، شوف دقيق ديال القمح وفارينه مطلوق. ان شاء الله هنا كي قلت لكم الشحمه على الطريقه ديال تنس زمان، والبصله مع شويه العطريه، سكنجبير، التحميره، الخرقوم بلدي، وشويه البزار، شويه القزبر، شويه الكمون، يعني العطريه كامله يابسه، وشويه ديال الزعتر، صافي هادشي اللي كاين. والشحمه بالطبيعه باش يجينا عامر. بغيتو ديروا شي حاجه اخرى مرحبا، بغيتو تزيدوا الخضره زيدوه، المهم انا غادي نديرو غير بالبصله والشحمه على الطريقه ديال الناس زمان، ومرحبا بكم. هنا كيف ما كتشاهدوا، بعد ما قرصناهم قريصات صغار كيف ما كتشاهدوا، هنا ان شاء الله صافي باش غادي بسم الله. ديما كنقول لكم قرصوها من الجناب بحال هكايا، هنا تجي مجغجغه هنا. ها نتوما شوفوا المخماره باش تجيكم مزيانه، باش تجيكم ساهله. ها بحال هكا، ها نتوما شتو بحال المسمنه، كتجي ساهله بحال هكايا. كنعاود اللول بحال هكايا، هنا كنخليها تطلق، كنعاود معاكم وحده اخرى هنا هانتو بحال هاك ديما، صافي. وكتبداو تقرصو فيها بحال هكا كتجيكم ساهله، كاين اللي كيتشتت ليه المخمار كيعرفش يجمعو، ها
ساهل، ما كاينش حاجه اللي صعيبه. انتوما شوفوا كيفاش كيجي. صافي كنلقاوك حتى نكمل ان شاء الله. هنا ان شاء الله كي قلت لكم الدنجال، الناس اللي كيعشقوا الدنجال او الوليدات اللي ما كيبغوش لكم الدنجال، اليوم غادي نوريكم اشنو غادي نديروا اليوم. عندنا الكفته ديال لاداند او ديال البقري، المهم على حسب المتوفر عندكم. انا عندي غير ديال لاداند، انا وليت خايف من هذاك ديال الحلوف، اللحم ديال الحلوف يدخلوا لي شي قزار ولا شي حاجه. اللهم اخويا لاداند بعدا يقطع الطرف قدامي، هذا بعدا راه كنشوفو فيه حلوف ابيض، هذاك الحلوف الرمادي راني نخاف منه، باكم العبدي مريض عدو اش كيقولوا هذاك الويل ديال اللي كيتفاعل ما نقدرش. المهم اللحم بيضاء. هنا بالنسبه عندي الروز، عندي الملح، عندي الكرويه. الكرويه كيف ما كتشاهدوا انا طحنتها، هنا بالنسبه الكرويه كيف ما كتشاهدوا، اللي ما يعرفش الكرويه راه هي هذه بحال الكمون، كنقيها وكنطحنها. اليوم غنخدم بها القزبر يابس، الكرويه كي قلت لكم سكنجبيل، خرقوم بلدي، الابزار والثومه والتحميره والصلصه ديال الطماطم، ديك هولا ولا ديك سوليس راه ولات نافعه الوقت. وبالنسبه هنا شويه ديال المعدنوس كي قلت لكم، والكفته هي هذه. بالنسبه الدنجال كنحاول نحيد ليه هذا الراس وكندخل وسط منو هذه وكندور باش كنجبد داك الجوه ديالو، نصيب فاش غادي نعمر الدنجال. هذا دنجال صغير، ضروري ما يكون دنجيل صغير، ما يكونش داك الدنجال الكبير. الا كان دنجال كبير غيهز لكم بزاف وغيمحنكم حتى في الخويان ديالو. هنا مرحبا بكم، الف مرحبا بالجميع. هنا كيف ما كتشاهدوا كناخذ الدنجال وكناخذ هذا الموز لهذا الشكل، كنورك بحال هكا. ولا كاين واحد النوع اخر راك يعني مقمقم وكتبقاو عاد دورو. هانت باكم العبدي، بحال هكايا مزيان. ها شوف هنا باش كنخويه من الداخل، يعني كنجوفوه. هانتوما الدنجاله ها هي من الوسط كيفاش دايره، كتبقى شي حاجه مثلا كندير لها واحد العويشقه صغيره باش نفرغوها. صافي ان شاء الله وتابعونا. انا درتو هانت شوفوا هذا الشيء كلشي راني درتوه. تابعونا ان شاء الله. هنا ان شاء الله بعد ما تقرصوا نخلوهم يخمروا، نغطوهم حتى يخمروا ونطيبوهم. هنا ان شاء الله بعد ما جويت كل شيء ومغسول، هنا كيف ما غتشاهدوا غادي ندير واحد شويه ديال الكرويه وغادي ندير. هنا ان شاء الله كيف ما كتشاهدوا بعد ما عمرتهم كاملين من الداخل، شاطت لي واحد شويه هنايا درتو في واحد مطيشه. هنا كي قلت لكم هاد الصلصه درت فيها العطريه كامله، غادي نضيف ليها الثومه. هنا كيف ما كتشاهدوا دابا هانتوما انا قاديت الدنجال ديالي وجمعت هاد لاصوص او لاصوص كيف ما كتشاهدوا هنا. بسم الله بسم الله. صافي هنا غادي نفرغها وغادي نديرها في الفران كيف ما كتشاهدوا. الفران انا درتو يسخن مسبق. هنا ان شاء الله بعد ما درنا المقله تسخن رميت المخمر، بعد ما خمر كيف ما كتشاهدوا وغادي ندوز ندير معكم الشوربه ديال لسان الطير او لسان العصفور. ومرحبا بكم الف مرحبا. وهنا بالنسبه لذاك الدنجال
لك تحيت من القلب ديال فهمت، درت فيه العطريه كامله، غسلته ودرته في هذيك المويه ديالته يطيب. شوف هنا غادي نردو زعلوك، كي قلت لكم غادي نردو زعلوك، زيت العود والكرويه، البزار، سكينجبير، شويه التحميره، بابريكا، الثومه، القزبر، يابس، قزبر اخضر، جوج دروع ديال الثومه خضرين، واحد قليب ديال الماطيشه اللي كنت حيدت من هذيك الماطيشه اللي عمرت. صافي هو غادي يطيب، زعلو تحط هو مع الفطور. وهنا بالنسبه للمخمر ثم كيف ما كتشاهدوا هذا المخمر معمر، خمار معمر، هنا بالنسبة للسان عصفور أو لسان الطير، بالنسبة للسان الطير هو هذا كيف ما كتشاهدوه، واحد الطريف ديال الحوت، هنا واحد الطريف ديال الحوت، البزار والملح هما اللي عندي، خيزو والقرعة الحمراء وبطاطا، قلت لكم البصلة، هنا كناخذ واحد كركوبة ديال البصلة كيف ما كتشاهدوا صغيرة خضارية، هنا غادي نشحرها، نقولوا غادي ندبلوها واحد شوية ونرجعوا ليها. هنا دابا كيف ما كتشاهدوا غادي نضيف الجزر، اذا كان البورو عندكم ديروا، انا ما كنت باغي نديرها بالبورو ولكن ما لقيتوش، غادي ندير القرعه وغادي ندير البطاطا، هنا غادي نضيف عليهم واحد شويه ديال الملح، واحد شويه ديال البزار، وغادي نضيف عليهم الطريف ديال الحوت، وهنا واحد شويه ديال الكرافس قطعته، ممكن تزيدوا القزبر والمعدنوس حتى هما كيعطوا واحد الاضافه اللي هي بنينه، انا غادي نضيفهم عليهم. هنا ان شاء الله درت واحد شويه القزبر ودرت واحد النص ديال المطيشه، نص ديال المطيشه لحته غير هكاك صين، ها باش غيعطيني البنه في هاد لاصوص، كنقليها مزيان كيف ما كتشاهدوا. الحوت اي حوت ابيض، اي نوع من الحوت ابيض، انا درت غير الصنور هو اللي عندي في الثلاجه درته. هنا ان شاء الله كيف ما كتشاهدوا الماء طيب من قبل، نسد على كل شيء طيب باش هذاك الحوت نحيدو، الاساس منه غيعطيني غير المذاق، المذاق فقط. صافي ونخليها حتى طيب، والمخمار دائما هو هذا خمار بلدي ديال البلاد، القمح ديال البلاد، نشوفوا دنجالنا فين الحب، شوفوا الدنجال، زعلوك زعلوك باكم العبدي، هاي عنودي وزعلكي، هاي لما كتب باك العبدي، لما كتب باك العبدي راه ما يطلع في ذلك الزعلوك. صافي ان شاء الله خميرة هذه، ها هي هنا باش غنعمروا اتاي ونتلاقاو ان شاء الله ملي يطيب لينا هاد لاصوب، نوريكم اشنو غادي نزيد فيها، غادي نزيد فيها هاد لسان الطير حتى طيب، عاد غنزيد بحال غندورها بلسان الطير، عوض ما غندورها بالشعريه غندورها بلسان الطير، وتابعونا ان شاء الله. هنا ان شاء الله الزعلوك ها هو كيف ما كتشاهدوا، انتوما هنا درت سميتو درت اش كيقول لها لسان الطير، ها هو يا شربة ديال لسان الطير. هنا باش غادي نعمرو اتاي
صافي ان شاء الله نتلاقاو في طبق التقديم. خيمراتهم وحدو، الصينية ديال البنجال. هنا بالنسبة للشكل النهائي ديال المخمار، هذا درناه ناشف، وبالنسبة لهذا ها هو عامر كيف ما كتشاهدوا. ها هو المخمار، الا ما كان مجغجغ ما كاين والو. ها هذا هو المخمار ديال باكم العبديه. نتمنى هنا الاعجابكم. وهذه الصينيه ديال الدنجال كيف ما كتشاهدوا، الدنجال ها نتوما عامر بالفلفله، عامر ثاني بالفلفله. صايمه باكم العبدي، صايم بالكفته والروز، والله العظيم الا صايمه. شوف ها نتوما الشرموله ديالته، لاصوص اللي درت فيه كيجي واعر. ها شوف غير انا وبناتي. هنا بالنسبه للبغرير اللي شركت معاكم ديال الفاني، والله ما تقبلها نعمه احفظها من الزوال. وهذه الشربه ديال لسان عصفور، ها انتم هذه الشربه ديال لسان عصفور. هنا غادي نوريكم، بسم الله، او لسان طير. بنادم عيا من شوفوا كيفاش كتجي خضرتها بكل ماليه، كتجي صوبه زوينه او شربه زوينه. والبراد ديال اتاي اللي ما عليه هضره ما عليه كلام، اللي غنات عليه المايه وقالت ليه بويا با وسعدات القلب الهاني، يلي ما عسل ليه المحسن الطرقان بحاليا العالي. وسعدات يلي صمتي رمضان وشديتي فمك وما دويتي بحد وما تقولتي بحد وما وصلتي وبرققتي بحد. وسعداتك سعداتك سعداتك وسعداتك وفرحاتك وسعداتك وفرحاتك وهنيئا لك من عندي انا، نرفع لك الشابو. وسعداتك اللي ما دويتي ما تكلمتي وصمتي وصليتي الفجر وصليتي الظهر وصليتي العصر وصليتي المغرب وكلشي في وقاته، وشتي وش قلتي ما شت، وزعلوك اللي ما عليه زعلوك ونسيتو، وهاتهم الزعلوك. وهذا هو الزعلوك اللي غنات عليه المايه وقالت له الزعلوك يا الزعلوك. بسم الله راه دوا ودن كليت التمر. ها انتم شوفوا شوفوا الزعلوك كي داير. غنوضي وقول لي زعلكي زعلكي، بغيتي الراجل يبغيك طيبي لي الزعلوك. ها بسم الله. وهنا كينتهي الفيديو ديالنا، وين الاعجابكم يرضيكم ويكون على حسن الظن ديالكم، ومرحبا بكم وما لا كاع الحل.